انت شفت ايه؟ طيب لسه نازلين دول، دخلنا منا اول ما رحنا في النوم انا عن نفسي ما شفتش اي حاجه، كل حاجه سودا. السجاده اللي كانت في الارض لقيتها فوق دماغنا، والمرات اللي بعيدنا فوق دماغنا، ما قدرتش حاجه تاني. توصف اللي حصل او انت شفته ايه؟ اللي شفته ان انا وانا طالع من الارض ما كانش فيها ولا شباك ولا اي حاجه، كل حاجه واقفه. كل الأهل إيه؟ إنهم يدعون كلهم يدعون. وش تاني؟ قولينا إيه اللي حصل؟ اللي حصل عربية حوالي الساعة 1 جدا قدام السور بتاع النظام العام، قلنا لهم على ما كنا نتعامل معاه في لحظات. أنت الإصابة إيه عندك؟ الإصابة عندي عامل تخنيط هنا. ما شفتش اي حد من الناس من العربيه؟ لا، على رؤيه العسكري المجند اللي معانا قال لك ان في شخص صور نزل يكتب ورا واحد المكان، بس احنا ما شفناش كده. انت مدني ولا امتى؟ قول لي ايه اللي حصل؟ الساعه 1 كده في عربيه على ما العسكري كان فيها، طبعا العسكري اللي كان فيه ماشي ماشي ورا العربيه، وخد صاحب العربيه اللي ورا كده مش عارف العكس. لما قربنا العربيه حصل بقى الاصابه. ايه الاصابات اللي عندك؟ قطع. قطع في ايه؟ ليه؟ قطع في الاربطه.